إذن مباشرة مشاهدينا إلى الزميلة إسراء الجوهر مجددا. إسراء، ربما هذه القضية يعني ليست قضية جديدة، ولكن يعني الحديث هنا اليوم عن تنويه صدر جديد حول هذه القضية، ما الجديد لديك أيضا أنت إسراء؟ نعم، بالفعل كما ذكرت هي القضية ليست جديدة. كانت هناك يعني شبهات غسيل أموال وتضخم في أرصدة هؤلاء المشاهير منذ بداياتهم، يعني كانت يعني الجميع كان يلاحظ مظاهر الثراء الفاحش على هؤلاء المشاهير من خلال المنازل الفارهة التي يشترونها، وخصوصا وأن أسعار هذه المنازل يعني في مناطق سكنية جدا عالية. هناك أيضا المقتنيات من سيارات فارهة والشاليهات اليخوت، كل هذه المظاهر كانت يعني ظاهرة وكانت مثار تساؤلات عدد كبير من الناس، يعني خصوصا من يتابع هؤلاء المشاهير. مؤخرا كانت هناك وحدة تحريات تابعة لأمن الدولة، لأن تهمة غسيل الأموال هي تهمة يعني تتبع تهم أمن الدولة. وحدة تحريات الأموال قامت بملاحظة تضخم في أرصدة بعض المشاهير بناء على بعض البلاغات من البنوك المحلية، وبالتالي تقوم هذه الوحدة بتحرياتها ومن ثم ترفع تقريرها إلى النيابة العامة، والنيابة العامة هي من توجه الاتهام لهؤلاء المشاهير لتبرير مصادر هذه الأموال. حتى الآن لم يوجه اتهام رسمي لأي من هؤلاء المشاهير، هناك فقط يعني أقاويل يعني تنتشر هنا وهناك، ولكن حتى الآن لم يحال أي من هؤلاء المشاهير إلى النيابة. لم يعلن عنهم إسراء، صحيح؟ لم يعلن عنهم بشكل رسمي. نعم، شكرا جزيلا لك يا زميلة إسراء جوهر على كل هذه المعلومات حول هذه القضية.